أغنية يمنية غناها الفنان ماجد المهندس. أغنية يمنية؟ يلا يعني شو طبيعي؟ معروفة. ممكن تدي لي أول آية من سورة المسد؟ لا صراحة مش داري. مش عارفة؟ لا. تذكري حاولي. استغفر الله العظيم لا ايش الاحراج يعني. مش احراج، القرآن. ولا هو قرآن بس يعني صراحة لا. هل ممكن تدي لي أول آية من سورة المسد؟ من سورة المسد؟ من سورة المسد صلوات ربي عليه. انتظرني دقيقة. أكيد ذاكر. لا من سورة المسد. انتظر لو سمحت دقيقة. أغنية يمنية اشتريت بآخر لحظة وغناها ماجد المهندس. أغنية صراحة أختل. إيش هي الأغنية؟ يا ليالي يا ليالي من كلمات إبراهيم الطايف. سورة النازعات. نازعات. نازعات. غناها الفنان ماجد المهندس. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي. أول آية من سورة المسد. سورة المسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقول أعذب رب ال بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورة المسد. المسد إذا أول آية. إيش أول آية يعني؟ المسد. المسد ما عرفت لها بس يعني مقتبس. مقتبس تونيز. وات؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.